أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أن روسيا باشرت نقل أسلحة نووية إلى بلاده حسب ما ذكرت وكالة تاس للأنباء. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في مارس الماضي أن موسكو ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا الواقعة على أبواب الاتحاد الأوروبي، ما أثار مخاوف من تصعيد للنزاع في أوكرانيا. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان تتجه نحو التسوية بشكل عام على الرغم من بعض الصعوبات. وخلال اجتماع في موسكو حضره زعيم أرمينيا وأذربيجان، قال بوتين أنه في غضون أسبوع سيجتمع نواب رؤساء الحكومات الروسية والأذرية والأرمينية وسيتم حل القضايا العالقة. استبعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال مارك مالي أن تحقق روسيا نصرا عسكريا في أوكرانيا، وأضاف مالي في ختام اجتماع افتراضي مع عشرات الدول الداعمة لأوكرانيا أنه من غير المرجح أيضا أن يتم دحر كل القوات الروسية في أي وقت قريب. اتهمت الولايات المتحدة مجموعة فاغنر الروسية بتزويد قوات الدعم السريع في السودان بصواريخ أرض جو، وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان من أن دعم فاغنر للدعم السريع يساهم في نزاع مسلح طويل الأمد سيؤدي لمزيد من الفوضى في المنطقة. نددت كوريا الشمالية بما اعتبرته تحريضا من الاتحاد الأوروبي على المواجهة والعداء في شبه الجزيرة الكورية في رد على إدانة قادة سول وبروكسل لبرنامجها النووي والاستفزازات الصاروخية خلال القمة الأخيرة بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي. كما اتهمت بيونغ يانغ الاتحاد الأوروبي باتباع سياسة غير متوازنة لصالح سول من أجل كسب دعمها لكييف.